أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورة تشرين الشعبية التي وحدت مطالب الشعب المنتفض على الفساد وأحزاب السلطة وضياع الحقوق والحريات تحت راية العراق وشعار استرداد الوطن. وعلى الرغم من جميع الأحداث التي رافقت الاحتجاجات من أعمال عنف واغتيالات، قدم خلال الشعب مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إلا أن ملامح التغيير شقت طريقها وسط ظلام المشهد الممتد منذ سنوات. أولى ملامح التغيير بدأت بالانتصار لدماء الشهداء ومحاسبة قتلة المتظاهرين وتعويض الجرحى وتحديد موعد الانتخابات المبكرة والحرب على الفساد وإنهاء سطوة الأحزاب والتدخلات الخارجية. هذا ما قام به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ توليه لزمام الحكم، فقد كان أول رئيس حكومة ينزل إلى ساحات التظاهر ويستمع لمطالب المتظاهرين الحقة. سينهض من صميم اليأس جيل عنيد البأس، جبار عنيد يقايض ما يكون بما يرجى ويعطف ما يراد لما يريد. دماء شهداء الثورة تنتصر وتخلد للأجيال القادمة بعد إطلاق الكاظمي مشروع إقامة صرح الانتفاضة في ساحة التحرير ببغداد ونصب الشهداء في الناصرية، لتبقى تضحيات المتظاهرين خالدة كنهري دجلة والفرات في أرض الرافدين. نصب تشرين في ساحة التحرير في بغداد ونصب الشهداء في الناصرية هما استحقاق العراق. نعم، استحقاق العراق، استحقاق الدماء التي سالت وهي تردد نريد وطن. نعم، نريد وطن. التاريخ ليس صدفة، التاريخ ذاكرة، يجب أن نحرص على تدوين أحداثنا التاريخية ونحرص على تخليدها لتتحول دروس. لقد مثلت تظاهرات تشرين في بغداد ومحافظات العراق إحدى أبرز حالات التطور السياسي والاجتماعي الذي وصل إليه الشعب، وأحدثت تغييرا في الوعي وإيمانا بالقدرة على التغيير بما يؤسس لعودة العراق لسابق عهده واسترداد حقوق شعبه المسلوبة.